هذا المشروع الجديد بإذن الله MA70 MK3 سوبرا موديل 93. المحرك اللي راح يكون عليها 2JZ50i مع جير R154 ديفرنس تويل LSD. أول مرحلة هنا إعادة صبغ بطن الثبوت، بعدين نزل عليها المحرك الجير، بعد كذا يكون تجديد البادي والداخلية. السيارة تارقة هذه، لمحة من الداخلية معدومة في بلد كامل. ديكورات الداخلية مع الداشبورد، كل شيء يحتاج تجديد. المقاعد ممكن بس تحتاج غسيل، الجلد سليم، المقاعد الخلفية معدومة، تحتاج جلد المطر. خلصنا رشة الكبوت، قبل تنزيل الماكينة لازم نجهز المكان. هنا ملاحظ احتاج السسبنشن حق الكبوت لانه ما هو موجود. هنا بعد غسيل الداخلية، مقاعد سليمة بس في بعض الشغلات هذه يمكن عند المنجدين تتضبط. قطع الديكور هنا، هذا التانكي، غسيل قبل التركيب، هذا الديكور الأمامي. طبعا كل الأغراض الناقصة موجودة، بس في شغلات زي هنا لازم تتعدل. وصلت الطلبية، معنا أول بوكس هنا فتحناه، أنبوكسنج للأغراض. طلعت أول بوكس هنا عبارة عن كيت بايبات للكولر مع الربلات. أنا اخترت اللون الأسود، متوفر منها أزرق وأحمر على حسب السيت اب اللي عندك. البايبات كلها جاية زي كذا، طبعا هي مخصصة للسيارة اللي عندي السوبرا الـ MK3، لكن في عندك أوبشن إنك تختار مقصوصة جاهزة ولا الأفضل إنك تاخذ كذا، مع إن سعرها أقل، لكن اي ميكانيكي او الجراج يفضل انك تجيبها له كذا، ما يفضل انك تقصها، عشان يقصها هو زي ما يحب ويرتب السيت اب زي ما يحب. هذا البوكس الثاني عبارة عن تايمينج بيلت حق الوكالة. طبعا صراحة انا استعجلت وطلبته لاني انا اصلا كنت طالب بالاتش كي اس، كلمتهم يبدلوه لكن للاسف ما بدلوه. هذا تايمينج بيلت حق الوكاله، ما ينصح للباور العالي. هذا السير العادي يسموه درايفنج بيلت او سبرنتين بيلت، اللي يركب في البكرات الاماميه للماكينه. ايوه، هذه طقم بكرات الماكينه الاماميه، بكره طرمبه المويه، بكره الدينامو، هذه بكرة الدينامو أصغر واحدة، بكرة طرمبة الموية. تختلف طرمبة الموية تبع الـ1GZ الـ50i عن العادية، فلازم تتأكد. هو يوفر لك كذا أوبشن. وهذه البكرة الأخيرة الله يعطيني اسمها، حقت طرمبة الدركسون، عنده أوبشن أنه تكون كروم أو أسود. أنا عشان ستب عندي كان كنت أبغى أسود يعني، فاخترت هذا اللون. هذه من كويو، ايوه هذه الايدلر تبع الشدات حق الجنزير او حق التايمينج بيلت. هذا ينفع اللي بيشتغل على باور واطي او شغل وكاله، ما تنفع الباور العالي لانه في مواد افضل زي الستيل، زي البلت ويل، البلت المنيوم 60-61 تقريبا كذا رقمها. في مواد افضل من شركات ثانيه، من دريفت موشن، من بي اتش ار، من تايتان، افضل من هذه. انا اخترت هذه لكن الصراحه استعجلت فيها لان الباور اللي عندي كان
المفروض انه يكون بلس 500، فالمفروض اني اختار شيء رياضي ويتحمل اقوى. عارف ايش هذه؟ فيول ريجليتر، منظم بنزين رياضي من ايروموتيف، معاه الفيتنجات كامله. هذا الفيتنج، ايوه هذا الفيتنج من تيربو سمارت، عشان كذا حاطين البراند. هذا الكيس كذا ينفتح نطلع، ايوه هذا الفيتنج من تيربو سمارت الاستراليه. هذا برايدد ستيل، ما شاء الله الكواليتي واضح جامد. وهذه فيتنجات كامله، تختار عندك اللي ان 6 ان 8 عندك على حسب المصدر، اذا عندك الوكاله ولا مو الوكاله، فلازم تختار الفيتنج المناسب للسيت اب حقك. لازم تعرف السيت اب، لا تخربط زيي وتخسر. وبعدين هذا اللي حق البنزين، هذا اللي طبعا مخصص للسوبر ام كي 3، انا ما اخذ على مقاسها. هذه الفيتنجات برضو موجوده معه فلتر، وهذه اظنها الساعه اللي تيجي فوق الريجليتر او المنظم. ايوه هذه الساعة ما ادري، ايوه البراند تيربو سمارت. والله شيء جميل انهم حطوا تيربو سمارت، يشكرون عليه. طيب هنا عندنا الجازجت حقت الاكزوست حقت الهيدرز، هذه الجازجت 3-3، هذا رقمها للفائدة اللي يحتاجه. اصلي تويوتا، تصدقون اشتريت قبل كذا تجاري بسعر ارخص، والله كان اخف كثير. هذا ما شاء الله واضح الجودة فيه كويس. هذه الجازجت حقت غطى البلوف، وهذه الصغيرة اللي تجي اللي ما اعرف اسمها حقت الانتيك، الكامات الجهة الانتيك وجهة الاكزوز هذه، وهذه الجازجت اللي تجي كاملة على غطى البلوف، كلها وكالة. هذه قاعدة البطارية سوبرا ام كي 3 مخصصه للسوبرا وكاله، وهذا الحديده حقتها. هذه المسمار اللي يركب القطعه الاولى حقت الشداد، هذه اللي تجي جنبها، هذا اسمها تنشنر، اللي هو نفس اللي يوزن وكذا. بواجي مخصصه للجيزد اريديوم، هذا البارت نمبر حقها، في حراره 8 و7 و9 على حسب البور اللي عندك. 8 تقريبا من 500 إلى 700 حصان مناسبة. هذا عندنا هوزين، طالبها خصيصا على مقاس الام كي 3 للتو جي زد، انا طالب اللون الاسود، هي تجي نفس هذا اللون، انا طالب اللون الاسود حماية اضافية، وغير كذا اللون يكون مناسب للسيت اب. واحد حق هذه علبة كلتش صح؟ وهذه طرمبة طرمبة الدركسون ستيرنج اويل. هذه القطع حقت الشدات حق التايمنج بيلت تكون معاه، شاحنينها لوحدها. هذه هنا ربطات حقت الليات ريديتر من اتش بيس. هذه كراسي الماكينه، طبعا نصيحه مني، القاعده حقت الكرسي لازم تركب حقت الام كي 3، ما راح تركب حقت السوبر ام كي 4. هذه انا شاري حقت الام كي 4، تتحمل واقوى بكثير، ما تحتاج تاخذ نوع رياضي ولا شيء، خذ حقه الام كي 4. اذا عندك ام كي 3 راح تركب وراح تتحمل اقوى، الكواليتي فيها افضل. طبعا واحد ثنتين هذه وواحده ما فكيتها. هذا كرسي الجير برضو وكاله. هذه البيرنجات، واحده الاماميه والخلفيه، اسعارها ممتازه. طالما انك انت بتعمل مشروع سواب بتفك الماكينه مره واحده، غير كل الجازجتات والبيرنجز الموجوده، لا تخلي اي شيء عشان ما ترجع تفك بعدين. هذه نصيحه من مجرب. هذه والله ما ادري ايش هي، بس واضح لها فائده، انا طالبها وما ادري حقت ايش صراحه. هذا طقم صوف حقت الماكينه اماميه وخلفيه، كلها وكاله اصليه، الافضل تاخذون وكاله، رخيصه وضرورية جدا. أماكنها حساسة، يعني إذا بتغير لازم ترفع ماكينة وشغلتها شغلة، فطالما عندك مشروع سواب غيرها كلها مرة واحدة. هذه هي، تقدر تشتري طقم كامل صوف، لكن عندك مشروع سنجل
اشتري كل واحدة لوحدة، لا تأخذ طقم، الطقم صار سعره غالي ويجي معه إجراس الوكالة وأشياء أنت ما تحتاجها. هذه اللي تجي على البلوف، هذه حقة المخرج اليسار، هذه جهة المخرج وهذه جهة المدخل، هما حاطين عليها حرف I حرف E. والله طلعوا ذكي يا الأمريكان. هذه قازقة التيربو، أنا عندي T4 عشان ما أفك التيربو وهي سعرها رخيص اشتريت الثنتين لأني ماني عارف أية اللي أحتاجها، فبخلي الثاني عندي احتياط إن شاء الله. التيربو الجديد اللي أخذه بأخذه على نفس الشكل اللي ما استخدمته. طيب عندنا هنا طقم تجديد البي في تي آي وكالة، طبعا تفك البي في تي آي هذه تغيرها بعدين ترجعه، وهذه حقة طرمبة الموية فينها هذيك يصورها هنا طرمبة الموية، تجي معاها قازقتات صغيرة بسم الله. طيب أول غرض هنا السلام، هذا أهم غرض بالله يركز عليه لأنه هذا شيء صراحة جميل جدا ومميز أنا حبيته. هذه بالطلب تتوفر بالطلب، إيش هي؟ الوجه حق عداد السرعة TRD 300، تقدر تطلبها بالكيلو أو بالمايل مع الـ RPM، نسخة الـ TRD نفس الموجودة في الـ MK4 مع البطارية، وهذه الأخيرة الزيت، تقدر تستبدل البطارية بالبوست. أنا عندي عداد بوست فما احتجتها، النسخة أصلاً اللي عندي في السعودية الصوبرة NA، فركبنا هذه عشان تضبط ويكون الشغل كله وكالة. Oh my god، هذه هنا عداد الحرارة، عداد البنزين. أنت قل لي NB بوست، NB بوست هذه كويلات كندية سعرها تقريبا 400 دولار كندي، جميلة جدا. شوفوا التفاصيل كيف، معها مبردات من شركة كندية اسمها NB بوست. شوف ركزي على البراند، إذا واضح واضح أوكي. هذه قطعة تركب مكان طفاية السجاير في الـ MK3 برضو بالطلب، طلبتهم يعملوا لي جيجين مقاس 58 مليمتر عشان أركب فيها جيجات الـ AM، هنا الـ Wide Band وهنا الـ True Boost من براند AM لأنها هي صغيرة وتجي هنا ونحيفة، فراح تجي هنا تركب في الداشبورد، تركب في الداشبورد بدون تخريم بدون أي شيء، فك الطفاية تركب هذه، تركب الجيجات عليها ما راح تخرب لك المنظر. هذه القواعد ما شاء الله والله حديد والله معدن قوية جدا، هذه القواعد حقت الكويلات باكج تجي كلها مع بعض. بس أنا لأني واجهت مشاكل قبل كذا مع الكويلات، بسبب الكويلات افترب عندي واحد بخاخات، كانت مشكلة بسيطة بسببها ضربت الماكينة. هذه حاملة أكواب حقت MK3 عميقة، بحكم ان الام كي 3 اللي عندنا السعوديه ال 170 ما تجي بكمبيوتر حق ايرباك اللي هو اصلا موقعه تحت هذا، ف اخترت الاوبشن اللي هي اعمق واحده. هذه اخذتها من اي باي، قواعد راديتر MK3، شوفوا كيف مصديه مستعمله، اخذتها من واحد من موقع اي باي، ما لقيتها، هذه الوحيده اللي حصلتها في كل المواقع. هذه الضفيره اللي تجي مع الكويلات، انا ما اعرفها ما كنت ادري ان في ضفيره تجي، بس هذه الضفيره تجي مخصصه للتو جي زي، مكتوب عليها LS1 تحويله conversation to 2JZ engines، كل شيء في السليم. هذه وسلامتكم، ما عندي شيء ثاني.